في السودان في ظل غياب البرلمان، كيف ستمرر هذه الإجراءات؟ هذه الإجراءات تمرر بشكل أحادي كما قلت لك، وبشكل يناقض كلنا الآخر. يعني الآن الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة الحالي يتخذ إجراءات ويسافر ويحاول أن يخلق يطور علاقاته بدول الجوار وينشئ علاقات وإيجاد حلول من داخل دول الجوار. تحدث المملكة العربية السعودية لديها دور كبير جدا ولديها مبادرات من أجل يعني حل الأزمة السودانية، باعتبار أنها دولة أكدت أيضا موقفها أنها في ذات السياق الذي تذهب إليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. نعم، هي داعمة للحل المطروح الآن والحل الذي يلبي أشواق الشعب السوداني. المملكة العربية السعودية موقفها واضح جدا ومشرف جدا باعتبارها إحدى دول جوار السودان وتتأثر وتؤثر في السودان بشكل أو آخر. السيد محمد حمدان دقلو يتحدث بلغة مختلفة جدا، يحاول أن يتحالف مع روسيا ويدعمها ويوجد لها قاعدة عسكرية في السودان وما إلى ذلك، دون أن يدرك ما هي التأثيرات السياسية والعسكرية لهذه القاعدة على دول الجوار، وحتى تأثيراتها على علاقة السودان ببقية الدول. الفترة الانتقالية حاولت أن تخرج السودان من هذه الاستقطابات. في فترة البشير كان هنالك تعاون كبير جدا بين حكومة البشير وروسيا وإيران. عندما أتى حمدوك وأتت الخارجية السودانية أصبحت لديها سياسة خارجية متوازنة بعيدة عن كافة الاستقطابات الدولية، مصالح ما يحقق مصالح السودان نحن مع ذلك، ولكن أن تخلق لنا إشكالات مع دول الجوار. هذه إشكالات الحكومات العسكرية والإنقلابية تأتي بإناس هم لم يعرفوا السياسة ولا العلاقات الدولية ولم يخبروا دروبها ويدخلون البلاد في مثل هذه الأزمات. السودان دولة موقعها استراتيجي تؤثر في كافة الدول المحيطة بها.